الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن جزء مهم جدا وهو الابريفيشن. لو انت بتعمل ابريفيشن او اختصارات لبعض الكلمات في البحث او الورقة العلمية اللي انت بتكتبها او بتكتب في رسالة. في رسالة بعمل ليست اوف ابريفيشن او ابريفيشن ليست اللي هي اختصارات او قائمة بالاختصارات. اما في البحث ما بعملش القائمة دي. عامة الاختصار لا يتم الا في حالة الكلمات الطويلة. يعني انا عندي كلمة كبيرة مثلا، انا عايز مثلا اكتب اشتغل على السلسلك اسيد وهتكلم على السلسلك اسيد، فبديله مثلا سلسلك الاس اي يبقى اسيد، او هشتغل على الابسيسك اسيد، او هشتغل على الاندول اسيتك اسيد، فهديله رمز اس اي 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 بي اي اسكوربيك اسيد. بشتغل على المانيوال اورجانيك مانيوال تشيب مانيوال، فبتبدأ تحط له اختصار. فبتكتب الكلمة أو المصطلح كله في الكلام المذكور لأول مرة، وبعد كده بتحط الاختصار بين قوسين. طول بقى ما أنت بتذكر فيه وبتتكلم عن الأورجانيك مانيوال أو السلسلك أسيد أو السلسلك أسيد أو تتكلم عن المصطلح ده، حط بعد المرات التانية حط فالفيك أسيد مثلا، هيوميك أسيد. حط المرات اللي جاية بعد كده حط المختصر بدون اقواس. تحط المختصر بدون ايه؟ بدون اقواس. طبعا هوريك الكلام ده ما نيجي نراجع البحث ككل، من مقدمه وابستراكت وكيوردز وتايتلز وتايتل وكل الماتيريالز كله، الريزلت والديسكشن والريفرنس كل ده. وهنقول لك ان في الاختصار ده اختصرنا هيوميك اسيد مثلا اتش اي ليتش ايه بدل في نفس الصفحة. يعني في بعض الناس ايه في نفس الصفحة اول ما تيجي في الكلام بتذكر هيوميك اسيد بتبقى بتفتح قوسين وتكتب اتش ايه، وبعد كده لما تيجي تتكلم عن هيوميك اسيد واز كذا كذا كذا، او هيوميك ابلكيشن اوف اتش ايه انكريزد مثلا جرين ييلد وهكذا. ده في الاختصار. في بعض الـ الناس تفضل لو انت بتكتب مثلا هتكتب بتبدأ من اول الصفحة اللي بعد كده، يفضل انك برضو تكتب المصطلح كامل وبين قوسين الايه الـ اتش اي مثلا او الاختصار بتاعه، وبعد كده في الجمل اللي بعد كده في الاجزاء اللي بعد كده تكتب الاختصار عادي بدون ايه بدون اقواس. وده مهم جدا انك تعرف ازاي تكتب ابريفيشن سواء في الرسالة بتاعتك او في البحث بتاعك. اشكركم على حسن المتابعة وحسن الاستماع، واستنونا في فيديوهات تانية. مع السلامة.